اليوم كيف ما كتعرفوا المغرب واسرائيل واسرائيل مع مجموعه ديال الدول العراقه الا وهي بالطبع رجعت العلاقه ديالها. المغرب عنده واحد الخصوصيه خاصه لان كيف ما كتعرفوا كاين هناك جاليه مغربيه قويه في اسرائيل وكاين هناك جاليه يهوديه قويه عبر العالم. فبالطبع هاد الجاليه لما تعود الى الوطن وترجع لبلادها الا والا وكتبغي تشوف حتى ثقافتها تكون حاضره في بلادها اللي هو المغرب. ولهذا اليوم مقترح من عنده باش يقدموا هذا العمل الفني اللي في الاخير هو كيف ما قلت قبيله يعني الثقافه الا وهي واحد العمل اللي كتقرب الشعوب وكتحاول حتى لما لا تلعب واحد الدور سياسي في 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 خلق واحد العلاقه مع واحد العلاقه اللي مع ما يسمى بالخصم السياسي او الراي الاخر. فانا كنعتقد بان الثقافه عندها واحد الدور كبير في هذا المجال ونعتز ان المغرب ولا كيلعب واحد الدور مهم مع مع جاليته بجميع اديانها يعني المسلمه واليهوديه بالضبط. هذا التياتر اللي جبنا من اسرائيل هو اللي تري سبيسيال، ولكن هو تيهضر على الكارتيه في جيروزاليم فين تيتسكنوا اليهوديين والمسلمين بجوجهم بيناتهم. وحب حب اللي هذا اللي قيد هاد لا بيس هو حب يقولنا اش كاين في هاد لو كارتي لي فوازان كيف تيعيشوا بيناتهم. هو مغربي وحتى هو تركيا، تركيا هي سفارد، هي الناس اللي خرجوا من الاسبان en 1492 و ils sont partis un peu partout. شي ناس جاوا للمغرب، شي ناس مشاو للتركي لا بلغاري ولاسرائيل وكاين جماعه ان اسرائيل وتيشوفوا كيف تيعيشوا. c'est une pièce très très jolie très belle parce que تتهدر على لي جالوزي وعلى الحب وعلى لي ميديزونس وعلى كومون ديريج التعايش وحتى على لي ريلاسيون دو كارتي بلي انتر لي فوازين شي تيعونوا وحده تتعاون الثانيه. وهادشي حبنا نجيبو المغرب على هاد لو ليان ماروكان اللي كان بين هاد لا بيس وهاد الشعب المغربي. Et on est très heureux de, d'amener à chaque fois quelque chose au, ici au Maroc. Et voilà, on est très très heureux et j'espère que le public il va apprécier ce soir. Je suis ici au Maroc avec la مسرحية بستان السفاردي. هبيمة مسرحية مسرح اسمه هبيمة موجود في تل أبيب واليوم رح نعمل المسرحية هون وكتير منفعلين. أنا بفكر إنه هذه أول مرة يعني مدينة إسرائيل مدينة اليهود يعني تعمل هون إشي زي مسرحية بالعبراني وهذا وإحنا كتير منفعلين كتير. المسرحية عن بالقدس يعني 1900 يعني قبل 150 سنة تقريبا وبتحكي عن الحياة في القدس والحياة يعني الناس هناك من اسبانيا من اسبانيا يعني هربوا من اسبانيا وكيف الحياة والعيشة والعائلة والشوب يعني كل الناس هذا يعني تقريبا ومفيش يعني مفيش قصة طويلة يعني في جو في جو يعني للمسرحية وفي كتير أغاني بالعبراني وكمان بلادينو يعني لغة الإسبانية إسبانية اليهود يعني. Tonight it's an historical event. The Habima, the National Theater of the State of Israel, will perform tonight in Rabat at the National Theater of Morocco an Israeli musical comedy called Sephardic Bustan, Sephardic Garden, which was written by the fifth president of the State of Israel, Mr. Yitzhak Navon, who was born to a Moroccan Jewish family. And he is the one who wrote the play. And this is a story that has been written by Navon, President Navon, about Jerusalem 100 years ago. The audience will be seeing within few minutes the production that tells the story of a neighborhood of Muslims, Jews and Christians, Arabs and Jews, Israelis, non-Israelis, all of them under the Ottoman Empire and later on under the British mandate. But they loved each other. The families were very, very good, in very, very good
relationship between themselves, and the whole neighborhood is a symbol of coexistence between Muslims, Jews, and Christians. In Jerusalem, in the holy city, on one side Al-Aqsa, on the other side the Wailing Wall, on one side are the churches that Jesus prayed there. This is the story of neighborhood, of love and hope. And I have the hope that this production and this performance tonight and tomorrow night in Rabat will pave the way to peace all around the world. Culture can be a bridge of peace between nations, between people. And culture is telling the story of human beings, of love and hatred, but the human being wants to live and to survive. And we are bringing tonight a bridge of culture from Israel with a love to Morocco. Love to Morocco because Morocco is an empire of culture.